الموضوع صعب شاق محرج. شوفوا هذا كل اللي قدامكم. شوف اول واحد منتج ابي فاسي، هذا للاس اف اتش اللي هو الليبيدو، فهمها انت عاد. الثاني هذا برجرين مقطوع من السوق، الثاني اللي جنبه هذا اف اس اتش بعد للليبيدو. هذه المنتجات، وهذا عاد اللي في الوسط ال اتش ام جي، هذا مقطوع من السوق، هذا الاب الروحي لكل هذه الاشياء، هذا بالعضل، البقيات تحت الجلد ببرة الانسولين. هذه الاشياء، هذه اللي هو البيفاسي والبرجرين والاف اس اتش والاتش ام جي، هذه الاشياء كلها تؤخذ اوبر، كلها تؤخذ بعد كورس الهرمون. يكون الشخص اللي يدخر تسترون يكون في حالة سقوط دروب، فلازم يعود يرفع معدل التسترون للحد الطبيعي، فيدخل الأشياء هذه لأنها تساعده على إفراز الـ HFS اللي هو مسؤول عن الليبيدو، يدخلهن حتى يرجع بعد كورس، يعني هذا باكج كامل حتى يرجع لحياته الطبيعية، ترجع الهرمونات في مستواها الطبيعي. الأشياء الثانية اللي هي من اليمين، الحبوب اللي هي MSM MSM، هذا عبارة عن الكبريت العضوي. الكبريت العضوي موجود في البصل وفي الطماط وفي الثوم، هو النواة اللي تنتج التسترون. أما اللي تحت يسار اللي هو يكبح الاستروجين اللي هو نولفيدكس، نولفيدكس هو يأخذ لأنه يسوي يقطع الصلة يعني بين الاستروجين أو الاستروديال، ويخلي الجسم ما يستفيد منه. الموجود اللي موجود في الجسم، المخزن أو الخزينة، تبقى عليهم ما يستفيد منه ويبقى الجسم ثابت. هذه نبذة سريعة عنها. أما اللي جنبه اللي هو البروفورون، البروفورون يعطي تستفري التست أو التسترون له أستر، بروبونيت، سيبونيت، أنانثيت، ديكونيت، له أستر. لكن اللي داخل الجسم الحر، إذا زاد الحر التست الحر ينخفض الاستروجين، يصير الجسم بناء. أنا بقولك عند الرجل الحبوب اللي جنب هذا بورونو يعني يعطي كواليتي للاستروجين، يخلي الاستروجين يعطي كواليتي للتسترون، يخلي التسترون يعني فخم وضخم وجيد. أما اللي جنبه الديم، هذا المنتج العجيب اللي ما أجد له كلمة تخليني يعني أترك المنتجات اللي فوق اللي عبارة عن حبوب. شوف المنتجات الباقية اللي هي يعني عبارة عن الأشياء الحبوب اللي هو الام اس ام والبورونو والديم، المنتجات الثلاثة هذه اللي أنا جربتها على رجل 20 سنة ما يجيها عيال، ورجل ما يخاف ويعالج وسوى أنابيب. فدخلت عليها المنتجات هذه وقلنا نجرب. الأشاف يلا والمعطي يلا والمرزق يلا، وأنا ماني بدكتور، لكن هي أسباب تسبب وتشوف مع العلاج ومع بذل السبب ومع الدعاء. فداوم عليها، داوم عليها تقريبا على جرعة خاصة الدم، كانت جرعة لازم تكون 200، وفي ذاك الوقت ما كان منتج الحبة فيها 200، كان 100، فضعفنا الجرعة يعني حبتين صارت 200. فداوم عليها هذه الأشياء. التسترون إذا نما في جسم الرجل أو كان حالته جيدة، علامات سقوط التسترون كسل، ضعف، يعني ما فيه طاقة، وهم وأسواها الومينج سمود، السويمينج مود، يعني يكون مودك مرة زين ومرة مطبح مرة جيد ومرة نازل متأرجح. شلون أتخلص من الوضع هذا؟ أني أحافظ على التسترون بمعدلاته الجيدة، أبتعد عن الأشياء اللي فيها فول الصويا. فول الصويا ما ينفع للرجل، ينفع للحرمة، لأنه يفرز الاستروجين. الاستروجين ترى هو مو يعني مرة سيء، لازم يكون بجسمك في استروجين بكمية معينة. هذه الأشياء احنا تعودنا نسويها بعد كورس الهرمون، قلل ما تستعمل فول صويا، اي منتج فيه فول صويا، ابتعد عن الزيوت المهدرجه، ادخل الجود فات، الزيوت الجيده بكميه بسيطه، ادخل معه، ابتعد عن الكارب، اصير لو كارب بحيث ان الانسولين يكون واطي، واذا كان الانسولين واطي يكون يرتفع الجيتش او الجروث هرمون اللي داخل الجسم. فانا احاول، انا في داخل كورس الهرمون جسمي قوتي وطاقتي من الهرمون، مو معناها انك زي بعض الناس يقول هذا هرمون هذا طبيعي. الهرمون لو خذيته وما تمرنت وضبطت اكلكم ما راح تتغير، راح تشين. فانت الحين
ضبطت أكلك وضبطت تمرينك وحسبت الميكرو وحسبت أكلك وحسبت الكار وحسبت كل شيء. نهاية الكورس تسوي البطولة ما بعد الكورس بأسبوعين، إنك لما يكون في سقوط ونزول في التسترون إن جالس تدخل 150 mg أو تدخل 100 بأسبوع، يعني إذا 150 أنت بأسبوع تدخل 450، فأنت بتنزلها إلى حدها الطبيعي اللي هو 12 جرام أو 7 أو 20، بعضهم قالوا 25 في اليوم. فالنزول هذا بيكون يأثر عليك، فشلون أنزل سلول يعني بشوي شوي بهدوء، أنزل كذا بشوي شوي بحيث أني أدخل الأشياء هذه وأقلل الجرعة في آخر المدة، وحاول أنزل وحاول أزيد كثافة التمرين. كثافة التمرين هي اللي تفرز، تخلي الجسم يفرز التست الحر، فحاول أزيد كثافة التمرين، الدهون يتغذى عليها التست، حاول أدخل الدهون الجيدة وأدخل الحاجات اللي تساعد تعطيها يعني اللبنة أو النواة بحيث أنه ينمو. الأشياء هذه جربناها على ناس صار عندهم شداون وقتي أو عقم وقتي يصير، فسهلة ورجعت الأمور وصار الوضع طبيعي. هي أدوية صحيح ما يلعب فيها هذا الكلام، فما بالك عاد رجل يعني جرب علاجات وجرب أدوية وراح الدكاترة وراح هذه الأشياء، تحاول تجرب وتصير بعد الطبيب هذا إذا كنت تتابع، إذا ما كنت تتابع هذا شيء ثاني يعني أنت ما بذلت السبب. فتحاول أنك يعني تحصل على كل شيء حتى توصل لهدفك. الناس كنا نشوفهم حنا صغار وحتى الحين تشوفهم يسمونها مسامي كثيرة، يعني تلقاه يعني متقلب من جهة، من يعني شلون ما أدري شلون أشرحها، يعني الجنس ثالث مثلا، فتقول شلون وشلون تغير هذا وشلون يرضى وشلون يعني مشى الأمور. فلما تدخل بالأمور هذه تدري أن هذا الرجل عنده سقوط في التسترون، شيء من داخل ما هو عارفه وشلون يعني يسيطر عليها وشلون يزيدها أو يغيره، فتبدأ يعني ترحمه وتعطف عليه وتدري أن هذا مريض يعني ما هو مو بكيفه. فهذه من يعني من الأشياء اللي أنت تشوفها وتفكر وتفكر وتعجب، تقول شلون يرضى وشلون يصير وشلون. فهو هنا كل الكلام على النواة اللي هي مسؤولة عن الرجل اللي هو التسترون، شلون أنا أتعامل مع التسترون، شلون أزيد التسترون. في ناس في آخر عمرهم يعطونهم TRT يكون التسترون عنده اللي هو ضعيف، فخلاص يبقى على جرعة طبية يدق طول عمره ماشي عليها لأن التست عنده منقطع. عموما الجسم يحيى بحاجات كثيرة، يحيى بالصيام العكسي، يحيى بالابتعاد والتقليل من الكارب. يكون الجسم في مرحلة الصيام العكسي أو في مرحلة اللو كارب يكون بناء، يكون ليش يكون بناء؟ لأن الأنسولين يكون منخفض. الجسم إذا كان الأنسولين منخفض يكون شباب ويكون قوي، يكون في حالة بناء وحالة قوة وحالة ريكفري. فدايم يقولون يعني أنا عندي قاعدة أنك تعامل مع الكار، عموما العيش الخبز النشوية، تعامل مع الكارب الكربوهيدرات كأنك في مجلس في داب وعقرب. شلون تكون جالس؟ تكون جالس متحشد يعني جاء من عمرك وماسك ثوبك وحذر في داب زاوية المجلس وفي عقرب بالصوب الثاني، فأنت دال منهم ماخذ حذرك منهم لحد يتحرك أو واحد يسوي شيء. فكذلك تعامل مع يعني مع الكارب كأنك تتعامل مع داب وعقرب. حنا في الحياة اللي نعيشها مبليين بالسكر، شو أسباب السكر؟ الأنسولين تجي داخل جسمك أما حساسية ولا مقاومة. حساسية يعني مثلا خلني أشبه لك رجال أبطيت عنه مبطي ما شفته، أول ما تشوفه تأخذه بالحضن وتسلم عليه وتحتفي بك. فكذا الجسم لما يكون غايب عنه الأنسولين أو خفيف يكون عنده حساسية يستفيد من الشيء اللي يدخل، لكن مقاومة هو يشوفه قدام عينه كل يوم، هذا الرجال هو يشوف الأنسولين كل يوم عينه كل ماله بزيادة ولا يستفيد منه. فدايم كيف حنا مبلين في الحياة اللي نعيشها بالسمنة والسكر. أنا لو خففت الكار نظمت أكلي بيكون حياتي جيدة. الخلاصة حافظ على أكلي، قلل الكار، زيد الألياف، دخل احتياجي من الماء، دخل المعادن والفيتامينات اللي جسمي محتاجة. الأحماض الأمينة 19 حمض أميني، 9 ما يفرزها الجسم الأساسية. شلون أدخل الأحماض الأمينة؟ شلون أدخل الفيتامينات؟ الفيتامينات شلون أعرف الذايب في الماء والذايب في الدهون
وابدأ حياة صحية. ومن بعد من الحاجات اللي تسويها مع الصيام العكسي، يثر العقب صلاة الفجر لا تروح للفوال على طول، امش نص ساعة خلي الجسم يتخلص من المخزون اللي باقي. انت نمت تقريبا 7-8 ساعات، جسمك كان في صيام. طبعا ساعات النوم تعد من ساعات الصيام، يكون في صيام، تقوم تحرق شوي من المسجد، دورك فوال بعيد وروح امشله. والأهم الاستعانة بالله، استعن بالله واسأل الله أن يوصلك لأهدافك واسأل غيرك. يقول يعني ما خاب من استخار ولا عال من يعني اقتصد ولا خاب من استشار. انشد واسأل واستفد من غيرك ومن تجاربه، خذ المفيد ودع اللي ما يفيدك. يعني ترى الحماس هو الدافع، لما تطبق أي برنامج وتشوف الأهداف في أيام بسيطة تتحمس وتطمع، والإنسان بطبعه نفعي، يعني أي شيء ينفعه يطمع فيه. ولا تستعجل، عط نفسك فرصة، الوقت كفيل أنك توصل أهدافك. لعبتنا تحتاج إلى صبر.